نجوى فؤاد تخرج عن صمتها وحرية فرغلي تصرح عن سبب الخلاف، أما شيرين عبد الوهاب تبكي ومي حلمي تترك الكاميرا وتهرب، وطارق العريان يعلن ارتباطه الجديد رسمياً، بينما ريهام حجاج فتشكو من الهجوم على صفحتها. لمزيد من الأخبار والتفاصيل شاهدوا معنا ترندات الأسبوع في دقائق. الفنانة حرية فرغلي تطل على جمهورها من جديد بإطلالة شبابية معلقة عليها أن ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم. وفي آخر ظهور لها كشفت عن سبب خلافها مع النجم مصطفى شعبان، والذي بسببه كان بينهما خلاف لم يحل حتى الآن. فقالت: لما مضيت مسلسل كان اسمه أمراض نساء سافرت ورجعت، وفوجئت بتغيير اسم المسلسل ليكون دكتور نساء، وأنه كمان اتنسب له، وتم حذف اسمي وصورتي من على الأفيش، ومن وقتها قطعنا بعض، حتى وإن كل مرة كنت بحج فيها كنت بشوفه وما كناش بنسلم على بعض لكذا سنة. والفنانة شيرين عبد الوهاب تشارك جمهورها آخر ظهور لها من خلال فيديو لحفلها بالكويت، وكانت تبكي في الفيديو أمام الجمهور بعد غنائها أغنيتها الشهيرة مشاعر، يتفاعل معها متابعوها طالبين منها أن تبقى قوية كما كانت. والفنانة نجوى فؤاد تخرج عن صمتها لتعلن عن حزنها الشديد جراء تجاهل الوسط الفني لها، وتكشف عن معاناتها بعد توقفها عن العمل، موضحة أنها تعيش حياة صعبة، فبعد الشهرة والنجاح أصبحت بلا عمل لمدة 7 سنوات، وبالتالي لم تعد تملك المال للعيش. كما صرحت بإصابتها بانزلاق غضروفي يسبب لها آلاماً مبرحة، وأنها تخضع حالياً للعلاج الطبيعي وفي انتظار التحسن. والإعلامية منى عبد الغني تطمئن جمهورها بعد تعرضها لحادث سير أثناء قيادة سيارتها، حيث اصطدمت بجدار خرساني وقد نقلت على إثر ذلك إلى المستشفى لتكتشف إصابتها بكسر في ضلعين في الجانب الأيمن، وصرحت قائلة: الحمد لله قد بسيطة، وتنتظر الشفاء لتستطيع السجود أثناء الصلاة. والمخرج طارق العريان يتصدر الترند بعد إعلان ارتباطه بخطيبته السورية الأصل عارضة الأزياء نيكول سعفان ابنة 24 عاماً والتي تحمل الجنسية الأرمانية، بينما يبلغ طارق العريان من العمر 59 عاماً، ولكنه لا يرى أي عائق في فرق السن ويرى أنها الشريكة المناسبة لحياته، وبدأ ظهوره معها في العلن منذ 4 أعوام، مما تسبب في إرباك حياته الأسرية مع زوجته السابقة الفنانة أصالة، ومن ثم تم الانفصال. وللمرة الأولى يجتمع الفنان محمد رشاد مع طليقته مي حلمي في مكان واحد منذ انفصالهما، حيث ظهرا في حفل توزيع جوائز فنية تم تنظيمه مؤخراً، وكان المثير هو ظهور رشاد مع خطيبته الجديدة غادة فتحي، وقد أعلن حينها أن زواجهما سيكون آخر العام. وفي نفس الوقت تم توجيه سؤال من أحد المذيعين لمي عن شعورها بعد تواجدها هي وطليقها في نفس المكان، وهو الأمر الذي جعلها تنفعل بشدة بسبب السؤال الغريب وتنسحب من أمام الكاميرا قبل إنهاء اللقاء معها. وأنغام ترد في أحدث ظهور لها على شائعة زواجها من الفنان حسين فهمي، لتؤكد أنغام أنها انتبه حالة من الضحك عندما علمت بالخبر. كما نفى أيضا النجم حسين فهمي ما تردد بشأن ارتباطه بالفنانة أنغام أثناء تواجده في مهرجان الأقصر السينمائي. وريهام حجاج تشكو من الأكاونتات المفبركة التي تهاجمها على صفحتها بموقع انستغرام، والتي تعلق بتعليقات غامضة وألفاظ خارجة، ليكون رد فعل الفنانة مختلفا هذه المرة، حيث التقطت سكرين شوت لهذه الصفحات ونشرتها معلقة عليها قائلة: ابتدينا زي كل سنة، بس أنا هشيرهم كلهم عشان يتفتحوا. وهبة أحمد حلاوة ابنة الفنان الكبير أحمد حلاوة تصرح بإصابة والدتها بجلطة في القدم، وذلك بسبب استماعها للشائعات التي انتشرت حول وفاة زوجها، لدرجة أن الهاتف أصبح يرن كثيراً ليتلقوا التعازي في الفنان الذي ما زال على قيد الحياة. وطمأنت هبة الجمهور باستقرار حالة والديها بعد إصابتهم بكورونا.